يقول الإمام الذهبي أبان بن جبلة الكوفي أبا عبد الرحمن روى عن أبي إسحاق السبيعي ضعفه الدرقطني. قال البخاري منكر الحديث ونقل بخطان البخاري قال كل ما قلت فيه منكر الحديث فلا تحرر رواية. أبان بن جبل الكوفي قد نقول متفق على ضعفه، ودرجة ضعفه أنه ضعيف جدا يصل إلى الترك، وحديثه حديث ضعيف جدا، بل قد يتجاسر بعد من له نفس حاد من ولد أبان بن جبل الكوفي في الإسناد يقول هذا حديث موضوع، ولأنه منكر الحديث. والبخاري إذا قال عن راوي منكر الحديث فإنه قد أجهز عليه. ولذلك نقل من قطان أن البخاري إذا قال البخاري عن راوي منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. ضعفه أيضا مال إلى تضعيفه جدا الحافظ وأيضا الذهبي. يعني أريد أحد من الإخوة والأخوات ينظر إلى الذهبي في الكاشف ماذا قال عنه، وإلا فهو أيضا الإمام الذهبي يميل إلى 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 قول البخاري بأنه منكر الحديث. أبان بن حاتم الأملوكي من مشيخة أبي التقليزي روى عن عمر بن المغيرة قال الذهبي ثم أعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم. إن هو قال روى عن عمر بن المغيرة مجهول، يعني أبان بن حاتم الأملوكي مجهول أو أجهل أو أجهلة حال يعني. فهو بيقول كل من قلت فيه مجهول ولم أسنده، ودي قاعدة احفظها من ملح الكلام على كتاب ميزان الاعتدال، أن الذهبي كل من قال فيه مجهول ولم يسنده فهو قد قاله عن ابن أبي حاتم. وهذه لطيفة وميزة عظيمة. قال أعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه، وسيأتي من ذلك شيء كثير فأعلمه. فإن عزوته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر فذلك يكون بجينا ظاهرا، وإن قلت فيه جهالة أو نكارة أو يجهل أو لا يعرف أمثال ذلك ولم أعزو إلى قائله فهو من قبلي أنا، وكما إذا قلت ثقة وصدوق وصالح ولين وذلك لم أضفه. هذا يعني هنا ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي الإخوة تضع تحتها 100 خط وفيها فوائد كثيرة جدا تبين لك ما يقوله أبو حاتم الذهبي في كتابه ويسطره. يعني من الفائدة الأولى أنه إذا قال مجهول ولم يسند لابن معين أو لابن المديني، لو أسند فهذا بين ظاهر، لو لم يسند يكون الكلام عن ابن أبي حاتم، يعني أبو حاتم هو الذي قال فيه مجهول. فإن قال فيه نكارة فيه جهالة لا يعرف ولم يسند هذا من عنده هو، اجتهد فيه ووصل فيه إلى هذا القول. فيه نكارة قال فيه جهالة نعم، وهذا من عنده هو. وإذا قال ثقة صدوق صالح لين ولم يضف هذا الكلام لأحد إذن هو القول الذي يتبناه الذهبي واستخلصه من الاطلاع والاستقراء على صاحب الترجمة. وهذه من نور الحل لابد توضع تحتها خطوط. أبان بن خالد الحنفي أبان بن خالد الحنفي هو أخو عبد المؤمن بن خالد، لينه أبو الفتح الأزدي، روى أخوه عبد المؤمن عنه عن بريدة عن أبيه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في الأرض 100 عام. وهذا حديث منكر جدا، والمنكر في ذلك هو تحديد، لكن حقيقة الأمر الأصل أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني تقوم الساعة على شمل الخلق لا أحد يقول الله الله. قال أبان ابن خالد الحنفي يقول روى أخوه عن ابن بريدة مرفوعا لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في الأرض 100 عام، فقال هذا خبر منكر. وهنا
الذهب ارتضى تليين أبي الفتح الأزدي عنه، ولذلك أكد بالخبر الذي ساقه وهو لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في الأرض مئة عام. أبان بن سفيان الموصلي أصله بصري، روى عن أبي هلال محمد بن سليم قال الدرقني جزري متروك. أبان بن سفيان الموصلي قال الدرقني جزري متروك. هنا استدرك الذهبي، قلت ما تقيل فلان الجزري، فالمراد به غالبا نسبته إلى إقليم الجزيرة هي جزيرة بن عمر، بعض مدائنه وأكبر مدائنه مدائنه الموصل. وقول الدرقني فيه متروك ارتضاه الذهبي فهو متروك، وهذه فيها دلالة أن حديثه يصل إلى حديث إلى الضعيف جدا أو الموضوع. أبان ابن سفيان المقدسي، أبان ابن سفيان المقدسي عن الفضيل بن عياض والثقات قال أبو حاتم بن حبان البستي الحافظ روى أشياء موضوعة، هذا أول قطح فيه أنه قال روى أشياء موضوعة. وعنه أن ابن محمد ابن غالب محمد بن غالب الأنطاكي حديثين، أحدهما عن الفضيل عن هشام عن أبيه عن عبد الله ابن عبد الله بن أبي ابن أبي أنه أصيبت ثنيته يوم أحد أي موحد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب. وروى عن عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي إلى نائم أو متحدث. قال ابن حبان وهذان حديثان موضوعان، كيف أمر النساء باتخاذ الثانية من الذهب وقد قال إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة. فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص. يعني الحقيقة يعني ما أبداه إلى أن يصف الحديث بالموضوع أمر جلل، لأن الأمر أصلا قد يحتمل هذا النهي في هذا الباب وقد يكون له توجيه. حتى الذهبي استدرك على ابن حبان، ابن حبان كان نفسه شديد جدا، قلت حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديت حكم فيه نظر، لا سيما خبر الثانية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفطة اتخذ أنفا جدعة أنفه في حد، اتخذ أنفا من فضة فأنتج، فأمر أن يتخذ أنفا من إيش؟ من ذهب. يعني أظهر أن أبانا هذا هو الأول فيكون بصريا موصليا مقدسيا. أما الحافظ أبو أحمد بن عبد الله بن علي الجرجاني فلم يذكرهما هكذا، بل ذكر يعني أبي بن سفيان وذكر المخيل قال لا يكتب حديثه، وقال غيره أبين ابن سفيان المقدسي. وقال ابن عدي حدثنا ابن نير حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا كثير من مران الفلسطيني عن أبين ابن سفيان عن أبي حازم في قوله تعالى كان تحته كنز لهم قال لوح من ذهب. في عجب لما يعرف الموت كيف عجب لمن يعرف الموت كيف يفرح. قال مخلد بن يزيد حدثنا أبين ابن سفيان حدثني عبيد الله بن يزيد حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة وأنس قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فذكر خبرا منكرا فيه طول. ومن بلاياه ما روى عن عبد الله بن سعيد عن أبي بن سفيان عن درار بن عمرو عن الحسن عن عمرو بن حصيني مرفوعا من خرج يطلب بابا من العلم لينتفع به ويعلمه غيره كتب الله له بكل خطوة عبادة 1000 سنة. وهذا أيضا أنكروه على طبعا هم العلماء وضعوا قاعدة للوضع، قالوا من القواعد لتعرف الحديث الموضوع أن ترى عملا يسيرا عليه كثير وعظيم الأجور. وأبان يعني نقف عند هذا، وهذا صراحة فيه ملح العلم في الإمام العالم الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال. كنا نريد نأخذ المواقف ومسند الشافعي نأخذه بعد الحلقة لأن الناس ينتظروننا الآن، فسامحونا وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. سبحان الله ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.